الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي عطيونا الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. نحن دائما مع المنتخب اكيد، ويعني بخساره بربح تعادل اكيد دائما كلياتنا معه وبنشجعه. ان شاء الله يفوز، يعني في فرصه انه نحن نفوز، ان شاء الله هيك موفقين يا رب. قلوبنا وضمائرنا وكل شيء معه، بدنا اياه يفوز. نحن معهم على الحلوه والمره، والله ينصرون على استراليا. الله ينصرون ومنصورين باذن الله، منصورين. نحن قلبا وغالبا معهم، يعني لو حتى خسروا نحن معهم. نتمنى يتوفقوا بهالمباراه، ان شاء الله يلعبوا منيح، ان شاء الله بربحوا بيرفعوا لنا راسنا، ان شاء الله يكونوا افضل من المباراه الماضيه. بنتمنى لهم يربحوا، اكيد كلنا معهم. الله معهم، الله يحميهم، نحن معكم، فزتوا ولا ما فزتوا، بس ان شاء الله الفوز لكم، واللي عنده امل وثقه رب العالمين بيكون معه. انا مع سوريا على الحلوه المره. ذكية البينية في قبة الروعة، هدف أول، مواز في شبكة الهدف سوري أول، مباراة سورية، تصويب رائع، هدف تعادل، هنا فرصة ما زالت الخطورة وتسديد جول، جول كمان الفرصة وإتاحة الفرصة، وهنا كرة خطيرة، عمر خربيل، الله الثالث، فرصة الثالث، فرصة الثالث، جول جول الكرة من الصوب، المتابعة جول، متابعة جول، جول 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 الى المباراه الحاسمه مع امامنا هذه اللحظات. خلاص خلاص لحضرتك، وخلاص عمر خربيل يتقدم ليسجل على طريقه الكبار، الله عليه، وسيسجل محمود المواس فنان وسط الميدان، الله عليه.